اليوم عندنا 3.9 مليون أسرة فقيرة كتستفد من التغطية الصحية. وملي تنقول تتستفد معناه أن الدولة كنخلصوا على هاد الناس في السينساس بشكلين منتظم وشكلين يعني كل كنخلصهم حنا بكل تريمستر، كل تريمستر تنخلصوا على 3.9 مليون ديال الأسر، كنضربوها في الخلاص ديال السميك وكيجي المونطون للسينساس. ثم كاين الدعم الاجتماعي المباشر، وحنا غادي نخلصوا هذا الشهر عندنا 3,778,000 أسرة بالضبط التي تستفيد من هذا الدعم، أي ما يناهز، لأن هذا الدعم مبني على الأطفال اللي كاينين عند كل أسرة، وبطبيعة الحال الأسر اللي ما عندهاش الأطفال، أننا دزنا 5.2 مليون طفل وطفلة اللي كيستفدوا من هذا الدعم، وبطبيعة الحال كتستفد منه الأسر. تكلفة نتاع هاد لا فاريابل الاولى في هذاك المعادله اللي حطت في الاول 35 مليار في 24 هذا العام، والارقام موجوده ونقدروا نستعرضوها، وغادي نستعرضوها ان شاء الله في منتصف السنه الماليه امام لجنتي الماليه بمجلس بالبرلمان. غادي الدوله خلصنا 35 مليار، وفي سنه 26 لاننا غادي نراجعوا لان داك الشيء نتاع التعويضات العائلية غيطلع، غادي نكونوا في 40 مليار سنه 26. معناه اننا الا بغينا نحافظوا على الاستدامه نقولوا بان الدوله خصها تقيد في واحد لا كولون نتاع الخلاص نتاع النفقات 40 مليار، خصها تلقى 40 مليار باش تخلص هاد الزوج الحاجات.